في الفيديو ده هنتعرف مع بعضنا كده على محتوى الدبلومة بتاعة الطاقة الحيوية والعلاج في مصر القديمة. طبعا أنا بقالي فترة الحمد لله كبيرة بنزل بوستات وبنزل فيديوهات زوم تعريفية، وطبعا تقدروا ترجعوا لقناتي على اليوتيوب اسمها سيماتاوي، هتلاقوا كل الفيديوهات السابقة اللي بتتكلم عن الدبلومة ومحاضرات مجانية عن مقتطفات من جوه الدبلومة. الدبلومة دي بتتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الأسس اللي اجدادنا في مصر القديمة حطوها علشان يعيشوا حياة جميلة جدا. بندرس في الدبلومة بتاعت الطاقة الحيوية والعلاجية في مصر القديمة المسارات بتاعت الوعي اللي هم حطوها، الاسلوب التعليمي اللي هم حطوه، التقنيات اللي هم عملوها علشان يعرفوا يعملوا تواصل مع الكون المحيط بيهم، وبالتالي يحققوا ازاي البالانس، يحققوا ازاي الشفاء الذاتي، يحققوا ازاي التوازن والتواصل ما بين الروح والجسد والعقل بالطريقه المصريه القديمه. الدبلومه دي في الحقيقه بتتكون من مستويين. المستوى الاولاني وهو حوالين اكتشاف الطاقه الالهيه الكامنه جواك. في المصر القديم كان بيقول ان كل انسان جواه طاقه الهيه كامنه بداخله. الطاقه دي ان انت تتعرف على نفسك، ان انت تكتشف الطاقه جواك، ان انت تبقى حورس. الكورس الاولاني ده او المستوى الاول يعني بيبقى عدد المحاضرات بتاعته 9 ايام او 9 لقاءات. اليوم الاولاني فيها بنتعرف على او بعنوان الغايه والهدف. الغايه والهدف بنتكلم فيها عن الرموز المصريه القديمه اللي اجدادنا حطوها علشان يعبروا بيها عن الكونسبت بتاع الحياه. رمز العنخ، المعنى الروحي اللي جواه ايه، ورمز الجد، ورمز الواس، ورمز الأجات، عين حورس، رمز سيماتاوي. بنتعرف فيها على كل الرموز المصرية القديمة والمعنى الروحي والفلسفي اللي أجدادنا ضمنوه جوه الرموز دي، وأهمية الرموز دي في طريقنا للوعي في الحياة. بعد كده اليوم الثاني بنتعرف على حاجة اسمها شجرة الحياة أو مراحل الوعي والارتقاء في مصر القديمة، واللي حطوها درجات مع بعضها، وكانت هي أساس التعليم أو النظام التعليمي والتربوي في مصر القديمة. شجرة الحياة وارتقاء الإنسان من مرحلة وعي لأخرى، مرحلة تعليم لأخرى، فهنتكلم عن المراحل بتاعة الشجرة دي. وبعد كده بداية من اليوم الثالث وحتى نهاية الكورس الأولاني ده بنبدأ ناخد شجرة الحياة دي كل مرحلة بتفاصيل أكتر، وبنفرد ليها محاضرة لوحدها. بنتعرف في اليوم الثالث على مرحلة الوعي الأولى واللي اسمها في مصر القديمة ستغ، وهنتكلم فيها عن إزاي الديناميكية بتاعة خلق الأفكار، وإزاي أجدادنا شافوا طريق أو طريقة قانون الجذب وطبقوها في حياتهم، وازاي احنا نقدر نطبق قانون الجذب بالطريقه المصريه القديمه على كل شيء في حياتنا، ونجذب اي شيء في الحياه او احنا راغبينه في حياتنا او في عالمنا المادي. وكمان في المحاضره دي هنعرف ازاي نقدر ان احنا نعيش بصحه نفسيه كويسه، وعناصر ومكونات الجسم اللي بتأثر علينا نفسيا بناء على نظرة المصري القديم للجسد، واللي كان بيتكلم عنها تحت اسم او عنوان ابناء حورس الاربعة، اللي هي مكونات الجسد او مكونات النفس البشرية وتأثيراتها على الصحة النفسية. وكمان هنتعلم بعض تمارين واوضاع اليوجا المصرية القديمة اللي بترفع من نشاط الجسد وبترفع من نشاط القدرات الروحيه والعقليه عندنا. وكمان في اليوم ده بنتعلم او بنتعرف على الانظمه الغذائيه الامثل لكل عضو من اعضاء الجسم، بحيث ان احنا نعيش على مبدا العقل السليم في الجسم السليم. اما اليوم الرابع فاحنا بنتعرف على مرحله الوعي الثانيه واللي اسمها في مصر القديمه تخ.
المرحلة بتاعت الوعي التانية دي بندرس فيها مفاتيح وأسس التفكير السليم، لأن دي بتمثل مشكلة كبيرة جدا جدا عند كل الناس، إزاي أخطط لحياتي بطريقة سليمة. وطبعا مفيش أجمل ولا أقوى ولا أشهر من الحضارة المصرية القديمة اللي أبدعت على كل المجالات، معمارية وفلكية وطبية وكل المجالات أبدعوا فيها وأنتجوا نتاج يفوق الخيال. فازاي الناس دي خططت وفكرت بشكل سليم في حياتها؟ فاحنا هنتعرف اليوم ده على مفتاح التفكير المنطقي السليم بالطريقة المصرية القديمة، وازاي اقدر اخطط لحياتي بشكل كويس. المفاتيح بتاعة الطاقات الاربعة الداخلية اللي بتتحكم في اي سلوكيات وفي التفكير بتاعي في مصر القديمة، ارشادات ومفاتيح ان انا ازاي اخطط او احط خطة كويسة لحياتي، نصايح وارشادات وجلسات وتوكيدات مصرية بتحفز مقامات الوعي عندك بشكل كبير جدا. اما اليوم الخامس فاحنا هنتعرف فيه على مرحلة وعي جديدة اسمها ايب. مرحلة الوعي دي اللي فيها ازاي بنطور المهارات بتاعتنا، مهارات التفكير الابداعي، ازاي يبقى عندي افكار ملهمة، ازاي اكون انسان عندي افكار ملهمة، ازاي اكون انسان ذو عقل مبدع، منين بتيجي الافكار بتاعت الابداع، وازاي اجدادنا كانوا بينقذوا طاقة بتاح جواهم، طاقة الفكر والابداع، وازاي كانوا كمان بيعملوا اكتيفيشن لطاقة التجلي والشفاء وطاقة سخمت جواهم، ونصائح وارشادات للحياة المليانة بالحيوية والنشاط والابداع بالطريقة المصرية القديمة. بعد كده اليوم السادس، اليوم السادس ده بنتعرف فيها على مرحلة وعي جديدة اسمها خبر، اسمها خبر. وخبر هي ايقاظ المشاعر والسلوكيات، ازاي اكون انسان عندي مشاعر، ازاي اكون انسان عندي القدرة على عطاء، ارسال واستقبال الحب والمحبة، بننقص فيها طاقة حتحور وطاقة ايزيس، طاقة العناية والرحمة والقدرات الالهية، المحبة الالهية، مع مجموعة من النصايح ازاي اعيش المرحلة دي بوعي كبير جدا. بعد كده اليوم السابع وبناخد فيه مرحلة الوعي اسمها سخم ميدو نتر، سخم ميدو نتر، امتلاك طاقة الكلمة، امتلاك طاقة الكلمة، ازاي يبقى عندي قوة الكلمة وقوة التأثير وقوة التعبير عن الافكار بتاعتي، ازاي ايقظ طاقة تحوت العلم والحكمة جوايا، ازاي اتبع طريق الماعت وقوانين الماعت وتطبيقها في حياتي عشان اوصل للصدق والاستقامة والاتزان، وارشادات مصرية قديمة لازاي اعيش المرحلة دي. اليوم الثامن وهو مرحلة الوعي السادس والسابع الاوجات والايخ، الاوجات والايخ، وهي مرحلة التأمل العليا، ازاي اكون انسان اقدر افعل عندي مقامات الوعي الاعلى اللي هي العين الثالثة، عين حورس وعين او شاكرا التاج، ازاي اقدر اكون عامل اوصل للاتصال مع الطاقة الكونية اللي موجودة في كل مكان. واخيرا اليوم التاسع وبنتكلم فيه عن الابعاد الكونية، الفورس دايمنشن بتاع الكون، واجدادنا قالوا عنهم ايه بالظبط بتاع الابعاد الكونية الاربعة، اجدادنا شافوا الابعاد ازاي وازاي كانوا بيقدروا يتنقلوا ما بينها وبين بعضها. الكورس ده هو المستوى الاول في دبلومة الطاقة الحيوية والعلاج في مصر القديمة، وبنبقى وصلنا فيه لمعرفة الاسس الاساسية الاهم. بعد كده بنتحرك في المستوى الثاني للكورس وهو عن العلاج بالطاقة الحيوية، ازاي اجدادنا كانوا بيعالجوا نفسهم بطاقة اسمها سخم حكار، الطاقة دي جوه كل واحد فينا، فاجدادنا بيشتغلوا على تفعيلها، حطوا منهج علمي طبي قائم على الملاحظة والتجربة لإيقاظ طاقة سخم حكار جوانا، وبالتالي كانوا بيستخدموها في الإسراع من شفاء الحالات المختلفة.
والكورس ده او المستوى الثاني بيبدا باول يوم بنتكلم فيه عن رؤيه اجدادنا المصريين القدماء للامراض وازاي المرض بيحدث وايه هي طاقه سخم حكار وازاي بنقدر نعمل لها اكتيفيشن جوانا. واليوم الثاني بنتكلم فيه عن مراحل تشخيص الحالات المرضيه، ازاي لما حد يجي لي ومن الشكوى بتاعته اقدر اشخص الحاله المرضيه بتاعته عشان ابدا علاجه، ولو انا اللي هشتغل على علاج نفسي ازاي اشخص المرض بتاعي انا. اليوم الثالث بنتكلم فيه عن طرق العلاج المصري القديم بالزيوت السبعه المقدسه وبالاحجار وطاقه الاحجار. اليوم الرابع بنتكلم فيها عن علم الرفلكسولوجي المصري القديم، التدليك الانعكاسي لكف الايد والرجل والنقاط بتاعه الانعكاس اللي اجدادنا كلمونا عنها ورسموها على المقابر بتاعتهم. اليوم الخامس لليوم الثامن بتبقى تطبيقات عمليه لحالات علاجيه او لاشهر المشاكل المرضيه النفسيه اللي ممكن تاثر على الجسد عند الانسان وطريقه علاجها بالطريقه المصريه القديمه من A to Z. فده الدبلومه الاولى اللي هي طاقه العلاج اللي هي الطاقه الحيويه والعلاجيه بالمستويين الاثنين بتوعها. احنا هنبدا ان شاء الله دفعه جديده في شهر سبتمبر. دي التفاصيل بتاعه كل كورس من الكورسات او المستويين، يعني المستوى الاول والثاني. المستوى الاول عباره عن 9 ايام، المستوى الثاني برضو 9 ايام، بنبقى عاملينهم محاضرات على زوم، والايام العمليه الاخيره من كورس العلاج هتكون لايف في مكان بنرتبه على روف في مكان او حضره الاهرامات. فللتفاصيل والاشتراك كلموني على الخاص.